سيدة فاطمة زهراء شنتوف يعني مهنة العدل لم تعد مهنة فقهية بل اضحت مهنة قانونية وتعد فضاء رحبا لا يقتصر على توثيق عقود الزواج والطلاق بل يشمل عقودا اخرى مثل عقود البيع الشراء مع توفير كافه الوسائل لتعديل قانون مهنه العدل وايضا الرفع من قيمتها من اجل مسايره التقدم الحاصل فضلا عن اسقاط الصوره النمطيه عن العدول، هل فعلا ولوج المراه قد كسر هذه الصوره النمطيه فعليا بعد ان كانت مهنه حكرا على الرجل فقط؟ السلام عليكم اولا ان ولوج المراه لمهنه التوثيق العدلي جاء نتيجه لمجموعه من التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي تمام هذه التغيرات كتنقسم لنوعين تغيرات اجتماعيه وايضا تعديلات قانونيه اهمها التعديل ديال الدستور لسنه 2011 واللي نصص من خلال الفصل 19 على مبدا المناصفه ما بين الرجل والمراه في الحقوق والواجبات وثالثها الالتزامات الدولية اللي وقع عليها المغرب في هذا السياق خاصة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء وخاصة اتفاقيات رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هذا الإطار جاءت الرسالة الملكية السامية واللي سمحت المرأة بولوج مهنة التوثيق العدلي وبالتالي تكسير تكسير ما معناه أن الرجل احتكر هذه المهنه لسنوات طويله وبالتالي تم فعلا تكسير الصوره النمطيه التي كانت مكونه عن المهنه والتي ترسخت لسنين طويله بالمجتمع المغربي